بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك تغير إنسان ما توقعت يتغير، ولا سأل في غيابي كيف هي أخباري، مهاجو تعبان والله هاجسي أسهر، أعلن طواري وشغل صوت الإنذاري، قلت يا هاجسي قدني عاد بتفجر، لا تزعب الروح خليها على الباري. الناس في هذه الأيام تعبت الدولار، وأنا لي العز هو صرفي ودولاري، ماني للزير أبو ليلى ولا هترر، ولكنني حر عايش بين الحراري، بالعز عايش ومن بحر الرجولة أسكر، بحر الكرم ولا يخاون أخوها بحاري، بيع الرجال عيب أسود وخط أحمر، ومن باع الأحرار يقتل بيد الشاري. ونسيت أسولف مع الهاجز ونتحاور، يقول لي اكتب وأنا اكتب غصب وجباري، لو ما القلم جف حبرة وانتهى الدفتر، والفجر أذن وما قد كمل أحواري، وهاجسي عادة وضع وقام حشر، فقلت قم نام وتحصن بالأذكاري، من باع بيعه ولا تزعل وتتحسر، ومن خان خونه وخلها نصب تذكاري، ومن قدرك شبر واحد قدره بأكثر، وشل قدرك وأنا بشل قد مقداري. ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا عندنا علبة الفرامل تعبانة، فراح أغير علبة فرامل، راح أغير بواجي كمان. عندنا الجلد حقت عمود التوازن الثنين هالي، لأن السيارة يمتي اللفة مع اللفة تروغ فيها روغة، فالمشكلة من الجلد حقت العمود التوازن. العلبة العلبة كيف تعرف ان العلبة فيها مشكلة او لا؟ طبعا عن طريق دسة الفرامل. عندك الفرامل هذه، شوفوا الدعسة سلسة ما في مشكلة، لكن فيها زي الفضاوة، لما تدوس فيها زي الفضاوة، فهذه معناته يكون العلبة أو يكون هواء في الدائرة حقت الفرامل. أنا تأكدت من الدائرة حقت الفرامل ما فيها هواء، فكانت المشكلة العلبة نفسها. أما إذا كانت المشكلة باكم، فإذا جيت تضرب فرامل تلقاه محجر زي كذا، تضغط بقوة محجر، هذا يكون باكم. لكن أما علبة الفرامل لا، على طول تسلك معك زي كذا، لكن بعض الأحيان تمسك، بعض الأحيان تدعس دعستين ثلاث لحد ما تمسك، هذا يكون العلبة حقت الفرامل. فطبعا راح أركب العلبة، راح أركب البواجي، راح أنظف البوابة، وراح كمان أنظف الدبة حقت الشكمان، لأن الموتر ثقيل في الخط، فلما أنظف الدبة الموتر راح يسلك. وبعد كذا أشيك على الحاجات الباقية إذا في حاجات ثانية غيره. يا مرحبا حياكم الله. طيب طريقة الفك، أول شيء راح أبدأ فك المسامير هذه حقت المواسير اللي راكبة في العلبة، هنا مسمار وهنا مسمار، نفكها. بعدين نفك المسامير حقت العلبة نفسها، واحد هنا وواحد هنا في الجنب الثاني، نطلع العلبة كاملة. بعد كذا نركب العلبة الجديدة، نركبها المسامير الفترة هناك، نركب الصواميل حقت المواسير. بعد كذا نحط الزيت، ولما نحط الزيت لازم نفرغ الهواء من السلندرات من تحت، الأربع سلندرات الأربع كفرات. خليكم معي. طبعا هذا فاس، والله ندمت إني ما صورت لكم الصراحة، اشتغلت أمس يعني، وباقي في شغل مطول فيه شوية. هذه من الفؤوس القديمة الأصلية يعني، كان مصدي كله كان زي هذا اللون، أسود مرة منتهي، فجلخته وصبطته، أخذته بالصنفرة، بعد كذا أخذته بالصاروخ، بعدين بالصنفرة، الآن ما شاء الله تبارك الله موس. هذا موس، خلينا نشوف، خايف على يدي بس. وباقي لسه، فراح اجمله وزبطه، باقي يبغى له صنفر، لاني اخلي زي كذا كله، اخلي صورتي تطلع هنا، راح اضبط اليد هذه، وراح يبقى هنا عندي، لاني احتاج كثير انا في الورشة او برا الورشة في القطع في الحاجات هذه، اخليه موس ان شاء الله. فنبدأ الان فكر المواسير حقت العلبة. اي نعم، اللي عنده فاس طايح ولا شيء عند البيت ولا
من الفؤوس القدام هذه المرمية ولا يبخل علي، يكلمني يعطيني الفاصل اللي عنده أنا أضبطه لأني أعشقها صراحة. نفك الماسورتين الآن، الآن فكيت المواسير حقت الفرامل حقت زيت الفرامل، باقي الصامولة هذه اللي هنا حقت العلبة نفسها والصامولة الثانية هنا، ونفك العلبة كاملة. طيب الآن فكيتها، راح أركب الجديدة. طيب الحين فك الغطاء، راح احط الزيت. طبعا حطيت الزيت، فما راح اشغل السيارة ولا راح اكبس فرامل وافرغ الهواء، لا راح اخليها في الاخير. ليش؟ لاني راح افك البواجي وراح اغير البواجي، فلو شغلت الان السيارة وفرغت الهواء الماكينة بتكون حارة، فما عندي مجال اغير البواجي الا لين تبرد الماكينة. فالان دام انها باردة راح اغير البواجي اركبها، وبعد ما اركب البواجي وافرغ اسيديلكو في الدبه حقت الشكمان
والبوابة أغسلها، أطبق كل شيء، بعدين لما أغلق أشغل وأفرغ الهواء من السلندرات حقت الفرامل. طيب الحين نبغى نركب البواجي، طبعا هذه حقت عمود التوازن ويخليها شوية عشان السيارة، أوقفها على الحفرة وأفك العمود وأركب العمود حق التوازن الجلد. طبعا هذه جلد بلاستيك، ما هي جلد، في نوع يجي بلاستيك لين، في نوع يجي بلاستيك قاسي بالحيل، هذا النوع القاسي اللي بالحيل، وهذا النوع مرة ممتاز، أحسن من اللي يجي لونها أسود، اللي يجي لونها أسود يتقطع، هذا لا، هذا أشرط لك العمر كله، ما يجي فيه حاجة إن شاء الله بإذن الله. طبعا هذه نوعية مرة ممتازة، هذا حق الجيمس 99 العمود حق التوازن. طبعا راح أركب البواجي الحين. طبعا الرقم حقه اللي هو هذا 993، هذا ماكينة 350. شوف البوجي كيف تعبان، لازم نغير البواجي كاملة. طبعا ما عندي أحد يصور، وسبق أني نزلت مقاطع في اليوتيوب وأنا أغير البواجي وكمان وأنا أنظف البواجي، كلها موجودة في اليوتيوب ما يحتاج، راح أغير البواجي كاملة وأصور لكم بعدين تنظيف الدبة والبوابة. طبعا راح أنظف حساس الهواء، والحساس الهواء له دور كبير هنا، كذلك البوابة عندي طريقة خاصة في التنظيف لها. طبعا هذه دعسة واير فما راح أفك البوابة، هي طريقة تنظيف خاصة فيها. هذه البواجي تعبانة كلها، طبعا غيرتها كلها، ركبت الجديد، نبدأ في الشغل الثاني ذا الحين. طبعا من طبيعتي كل شيء أشيك عليه، حتى لو صاحب السيارة ما قال لي فيه الشيء الفلاني، مجرد أنا شيكت ولقيت خلل في الشيء الفلاني أسويه، أسويه، ما يحتاج أنه يقول لي سوى أو لا تسويه، أسويه. فالمشكلة هنا نفس العيار، مكسورة الحديدة هذه حق التثبيت اللي تثبت هنا، المفروض تثبت في هذه المنطقة، مكسور لها مسمار هنا، فطبعا إما إني أفك المسمار وأطلع الحديدة الوصل الباقية هنا والحماة هنا، أو أسوي لها وردة، فأنا راح أسوي لها وردة، من وردة أحسن وأضمن يثبتها صح. وكذا ثبت خلاص، مرة ما يتعب. طبعا الآن راح أفك الحساس حق الشكمان وأفرغ ثلاثة علب تقريبا في الشكمان، ثلاثة علب سيديركو عشان ينظف لي الدبة. لكن الشيء اللي لقيته حصلت الآن إن الفيش حق الحساس مفصول، وهذا هو اللي يخلي السيارة تصرف بنزين، فحصلته مفصول من هنا، هذا الفيش حقه يركب فيه هنا، يركب في ذا السلك يروح الحساس حق الشكمان، فإذا حصلته مفصول فراح أفك أنا السلك أساسا وأفك الحساس وأضيف هنا اثنين بخاخ أو ثلاثة بخاخ سيديركو
وانظف الحساس برا وارجع اركب الحساس واركب الفيش. هذا اساس المفصول اللي جيته انا. انا خصيته صدق. وش ذا الجرم يا ولد؟ يا وجه الله كربو مره وسخ. وش ذا الوسخ يا وجه الله؟ انا خصيته صدق. الان ننظفه، ننقع في اسيديلكو وننظفه. طبعا جيت تنظفه المنطقة هذه لا تحط عليها صنفرة نهائيا. بعد ما تنظف بالأسيديالكو امسحه بخرقة قماش هرسة اللي يجي امسح به. صنفرة لا تستخدم، لا تجرح المنطقة هذه، أهم شيء. راح انقع هذا بعد تنظيف الحساس. طبعا هي حساسين اثنين، فكيت ونظفت. فرغت ثلاثة حساس الشكمان، الآن بنركب السلك الموجب حق البطارية عشان نشغل، يصير ينظف الشكمان. بعد ما ينظف الشكمان أبدأ أنظف ظاهر الماكينة كامل. نشغل السيارة. طبعا التشغيل يتأخر ليش؟ أساس نظفنا البوابة وحطينا البخاخ في الشكمان، في تأخر في التشغيل لحد ما تشتغل. هذا كله وسخ يخرج من الدبة الآن، خليه شغال. يبدأ يكثر الحين، يكثر الوسخ كله يخرج. هذا كله وسخ يخرج من الشكمان ومن البوابة. فأنا أتركه كذا شغال لحد ما يطلع الوسخ.
نتركه زي كذا تقريبا 10 دقائق لحد ما الدبة تنضف. تركوا الحين تجلس شغال كذا ما شاء الله صغير.